اولا كنبغي نوجه اعز احر تعازي للمتضررين الزلزال بالمنطقه ديال الحوز مراكش، وكنتمنى والله الرحمه للناس اللي افتقدناهم والشفاء العاجل اللي هو الجرحى، وكنشكر جميع الفئات المساهمه من مكونات المجتمع المغربي اللي ساهمت واللي بينت فعلا على ان المغاربه شعب واحد، يد وحده، قلب وحده، على انهم ما ينساوش بعضياتهم. وكنشكر جميع الهيئات المجتمع المدني بما فيهم الهيئات السياسيه والاعلاميه والجمعويه، وكنشكروا السلطات المغربيه بشكل عام اللي هي ساهمت بشكل كبير في تنظيم هذه الحملات ديال جمع التبرعات للاهالي المتضررين بالزلزال. وكنشكر الاخوان الطاقم او فريق العمل اللي اشتغل معنا هنا من افراد المنظمه بدون استثناء، من القائد للشبل كنشكرهم حتى هما بزاف، وكنتمنوا من الله على ان اللي يخفف الضرر على ذاك الناس. وكنشكروا جلاله الملك محمد السادس على التعليمات ديالو الساميه اللي عطاها في هذا الاطار، وعلى تعويض الناس ماليا وفيما يخص البناء، اعاده اعمار او بناء المنازل اللي هي دمرت والمتضرره. وكنتمنوا من الله تكون هذه الحمله يعني في المستوى، وحنا حاولنا نقدموا الشطاء ديالنا، كانت تجربه زعما فعلا تجربه عظيمه ديال اننا حنا كمنظمه كشاف المغربي كجزء من المكونات ديال الشبكات الجمعويه باختصار كبير، على اننا نقدموا حنا مساعده ما نجلسوش نتفرجوا، والجهد ديالنا درناه كما كتشوفوا غتشوفوا في الصور، المساعدات اللي جمعنا بالملابس بالتضامن ديال الناس بالدعوات ديالهم وبشكل كيفاش استقبلونا الناس بالاحياء، لان حنا عملنا الحمله ديالنا على حسب الاحياء تجتمع مع بعضياتها ويوفروا المسائل اللي يقدروا عليها، ما عملناش بالفرض، يعني كل حي يتجمع واحد المجموعه ديال الناس ويجمعوا الاشياء تاعونا، وحنا ما علينا الا نهزوا داك الشيء ونوصلوه. وما ننساوش في الاخر ندعيو مع الاخوان ديالنا الليبيين اللي تا هما كانت الكارثه والفاجعه متزامنه تقريبا مع الوقت ديالنا، وكنظن على ان المغرب رغم هذا الزلزال ورغم ان السلطات راها تصرفت وقدمت يد العون للاخوان الليبيين، ونتمناو من الله يحفظ جميع الامه الاسلاميه وجميع الانسان بصفه عامه. انا واحده من المتطوعات اللي تطوعت ومشيت، بالضبط كنت نهار الحد، يعني حضرت على الكارثه اللي وقعت. صراحه داكشي يرثى له، ما عمرني شفت حجم داك الكارثه وحجم داك المشاكل والمعاناه. والحمد لله المغاربه برهنوا على المحبه اللي بيناتنا، الحمد لله كان بزاف ديال المعاونات، الناس تعاونات، الناس عطات، الله يكثر الخير. واليوم ان شاء الله كاينه واحد المبادره اللي زعما مبادره عجبتني انا، دابا حاضره ليها، وكنتمنى المنظمة الكشاف المغربي مدينة القصر الكبير كنتمنى لهم الصبر ويوصلوا على خير ويدوز الامور كل شيء على خير، وكنشكرهم بزاف والله يعاون الجميع. اطار الظرفيه التي يعيشها وطننا الحبيب، وهي هذه الازمه الناتجه عن الزلزال الذي ضرب مناطق الحوز، قررنا نحن اطر وقاده ومنظمه الكشاف المغربي القيام بحمله لجمع التبرعات من اجل مساعده الناس ضحايا الزلزال ومنكوبي الزلزال. فالاكيد ان هاد الناس في هذه الظرفيه هذه هم في حاجه ماسه لنا لمساعدتنا، وابسط الاشياء التي نراها نحن بسيطه جدا هم بالنسبه لهم الان راه ذات قيمه هم في حاجتها، ولذلك قمنا بتكثيف مجهوداتنا. نحن كجمعيه وطنيه قمنا بتكثيف مجهوداتنا وقمنا بجمع التبرعات عن طريق نشر اعلانات على الفيسبوك ومجموعه من المعارف لنا، فقمنا بجمع تبرعات مختلفه من ملابس، اغطيه، مواد غذائيه، ان شاء الله سوف نقوم بارسالها في هذه الايام المقبله. فنتمنى ان تصل لهاد الناس وان يستفيدوا منها، ونتمنى ان تجدهم هذه المساعدات في ظروف جيده وفي ظروف حسنه. هذه منظمه الكشاف المغربي فرع القصر الكبير ضمنت احنا حتى ضمان بسيط، كنتمنى ان هاد الناس يخرجوا من هاد الصدمه اللي تعرضوا لها باضرار خفيفه ان شاء الله، وحنا قدرنا اننا نجمعوا شي مساهمات بسيطه كنتمناها توصل في امان ان شاء الله. شكرا.